اخواتي الكرام، قبل البدايه هذه قناه صديقي اخواني الكرام ينزل فيها مسابقات على اموال رقميه، اي انك يشرح لكم اخواتي الكرام موقع ما تربح منه المال، وفي كل فيديو ويختار تعليق ويعلن عن الفائز اخواتي الكرام حسب التفاعل الخاص بكم في القناه. وهو ثاني اخواتي الكرام كل مره كيف قد ما يكون التفاعل في القناه تاعو قد ما يدير لكم اموال كبيره. هذا كل شيء ومشاهده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اصدقائي في هذا الفيديو الجديد على قناتكم روجاي اف اف. اليوم راح نديروا تيست كلان على ثلاث اشخاص اخواتي الكرام، تما نديروا شويه تيست كلان، شويه تنويع المحتوى اخواتي العزاز. المهم تيست كلان هذا اخواتي العزاز راح يقلقني بزاف، ولكن نحب نديروا المره الجايه نديروا وان فيس وان خي احسن. وان فيس كات بزاف اخواتي، شغل يجيك واحد من يغدرك واحد من فهمتي عليا اخواتي. تما ما وان فيس وان خير باش ندخلك ليلي يا صاحبي. الناس اللي مازال ما دخلش تحط لنا الاي دي تبعها في الكومونتير، وان شاء الله كامل ندخلكم، لانه اخواتي العزاز احتاج الى اعضاء، يعني فقط الشرط واحد ان يكون اللي بنت فوق 60. المهم جوله الاولى خوتي والله عيتني صراحه. المهم شروط دخول كلان سهله، فوق اللي بنت 60 وبعدي الاي دي انا يعني بعد لك تكسبتني هيك سهله. بعد خوتي العزيز بدكم تيست كلان ونشوفوا كيف خوتي العزيز والله خصني اعضاء كلان يعني بكل صراحه. المهم جوله الاولى والله يا خوتي والله عيوني صار صراحة عيوني لول ما هبط الشيء مضابط صاحبي والو خوتي صراحة. اللاعبين هذا اللي كان طريس من بدون قادر يعني ملاعبين خوتي لعبت لهم 3-1 او 1-3 بصراحة كنت شغل تليفون من امريكليش وتقريبا امريكليش خلا تليفون يعني صراحة راح فيها الايفون شي راح فيها خوتي صراحة باش كيما كان خوتي. المهم جوله الاولى صاحبي الاول طاح، المهم الاول طاح خوتي العزيز وراح يعجبني الدوسي شويه معليش خفيف معليش. المهم زدت دمي كيما هكا. المهم انا فايت الثاني ثم قلت لهم نروحوا واحد واحد، مي جوله الثاني غدروني مع الاسف. نشوفوا ترا كيف فايت المصفره وانطاب والو اما كاش الايم ما كاش اخوتي سامحونا. اوه تحس بش اخوتي كل شيء انا مبدعات مسكين. الجولة راحت الجولة تانية راحت خوتي العزيز. المهم زد زيرو باش يكون فيديو مطول بزاف. الجولة تالتة راحت خوتي يعني قلت لكم جانو في وقت التليفون ما فيش ستوكاج ما فيه والو خوتي راهو ثقيل خلا راني نسجل والله فوق شغل كيما نقولو تليفون نسجل معاه في فوق قلب. المهم لو راح الثاني اللي راح يروح ما راحش ما على باليش انايا والله يا خوتي نحس بواحد الله على بالي كبير كبير بزاف. راح فيها الايفون يا بعدك خرج الايفون 16 برو حيروني هذوك اللي يشوف في 16 برو ماكس والله يعني صراحه تسقوا لي عندهم الدراهم خوتي. المهم هذوك اللي شغل لي 10 برو 16 برو ماكس وبعد يجربوا لك على فري فاير. المهم يا خوتي والله الدمج بعيد تحسب خوتي اللي قليت غير هو اللي قليت اللي راني عامله ما يستحسبليش مع الاسف الشديد ما يتحسبش. كاين قليت في الايفون بس والله ما نحل بواحد. نرجعوا للفايت خوتي. المهم المهم الاول راح نشوفو تاني كيف نضيعو خوتي والله يعني تاني هذا والله يا خوتي ما اصلا جولات عيانة كيما قلت لكم التليفون راهو في الحال. وات از ذيس الجولة الرابعة خاسر 4-0. المهم الاول راح والو خوتي والله والو راح يغلبني واخا خوتي. المهم الاول راح ومن بعد الماتش هادي هي نشوف فيها هكا اوكي باينة خا رايح 5-0 اي 5-0 جولة اللي وراها الاول طاح الاول طاح ولكن وين التاني بينك طالع. المهم جيت في تليفون راهو في حالة يبان لك هكا سالس بصح والله خوتي في اللعب راهو في حالة. التاني راح خوتي والله ديما التالت يعذبني باش نجيب له جولة التالتة راه يعذبني خوتي والله عذبني راه يحرب بزاف يا صاحبي جولة واحدة اوكي ما تحي اوكي درت واحدة حمراء مين بصح ماشي كاملة
المهم انت عارف الكلاب هذا الشيء عمرو المهم نلعب دو لعب وان في ستة وان في ستة وان في عمر دمو راهي هذه هي كملش عليا. المهم ما جبتوش ميلو خوتي والله ويلو ما تجيبني وانا نشوف فيها والله خوتي دوك يعطيني هيت شطور ما جبتوش. قلت لك ما خوتي باينة باينة 6-0 6-0 و 6-0. المهم جاو لي وراه ما تفيش موران بصح الاول راه ما تفيش خفي له موران طول نلعب لك عادي دابا نخسر. المهم جاو راه الثاني وين الثاني شويه حماس وين الثاني فين راسك يا صاحبي جاك الصحراوي اسطورة العالم والثاني ممكن الثاني الله على الثاني راح الثاني راسك يا الثالث اعطيني راسك يا الثالث هيا يا الثالث لا 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 هذا لا يحدث كل يوم. اللي راه الاول راح وينك الثاني هل فيها الثاني راح الثاني وين الثالث سبحان الله راني في كلاس كواد مصنف. المهم الثالث وين راح وين حتى فيها هيك فيها ثالث فيها ثالث فيها ثالث وين على الهاتف الثقيل وين على الهاتف الثقيل ويني على الهاتف الثقيل عمر دمو الثالث فين الثالث يا صاحبي فين الثالث الثالث راح النتيجة 2-6 هنعمل تريبيو انت هذا الاول راح الثاني وين هنعمل تريبيو انت هذا يا خوتي هيا يا دولاب جيب الثاني يا الله يا سلام يا سلام انا نبدأ الكلام انا اروح فيها ادي فيها الثالث وين الثالث الله الثالث راح النتيجة هي 3-6 ما شاء الله هذه هي القوة الأولى راح التالي وين الجولة اللي وراها هاي التالي وين التاني نحن نبحث عن التاني وين يا صاحبي التاني في السطح يا صاحبي كأنني في كلاس كواد مصنف وين الكورة هاي اللعب هاي يا التاني ممكن التاني الفئة التالت قدار ولكن راح التاني فيها التالت في المراوة التالت وينك يا التالت وينك يا التالت وينك يا التالت وينك يا التالت في كورة هل الله حنجيب الثالث والله فيها النتيجة أبو على هذه الهيد القوية 4-6 هل فين الله راح الثاني راح فيها حد فيها الثالث باي باي النتيجة 5-6 وهنا تنتهي رحلتنا بالفوز 6-5 أخوتي هذه كل شيء. المهم جولة هذه أسوأ جولة في العالم. المهم الأول طيحت من بعد طلاقة تليفون ومن بعد طيحني هذا صفراء طيحني صفراء ما خليش البان عمي هذا كل شيء. السلام عليكم.